أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج العذراء ليوم الجمعة 25 فبراير شباط 2022. هتسمح ليك النهاردة بعض الأخبار اللي هتكون تعتبر سيئة بالنسبة ليك في اليوم ده، واللي هتخليك تفتقد كل أنواع أعصابك النهاردة، خاصة في فترة الصباح هتعاني عصبية كبيرة جدا جدا في الوقت ده. ممكن تأثر الأخبار دي على أدائك في الشغل حتى لو كنت أنت مش متحذر من الموضوع ده. عقلك مش بيزال مشغول طول اليوم ده بالأخبار دي، ومشاكلك هتكون معقدة جدا، ومش هتبدأ بإنك تحل أي مشكلة حتى تتأكد من إنك بتعمل كافة المعطيات علشان تحلها بسلاسة وتعرف تتخلص من سوء الفهم اللي وصل ليك ده. فالنهاردة خليك حذر يا عذراء من الأخبار السيئة اللي ممكن تخليك عصبي جدا ومش طايق نفسك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة بيتحسن الجو بشكل كبير ليك، وبيكون اليوم ده مناسب لو حبيت انك ترتبط وانك تقع في الحب لو كنت عازب، وهتبدأ صفحة جديدة في حياتك من العلاقات العاطفية اللي هتكون مميزة جدا وحلوة جدا في انتظارك، فتأمل خير ان شاء الله. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة بيحاول حد من الزملاء معاك في الشغل انه يضعوك في موقف محرج جدا في شغلك، فبحذرك منه كويس جدا، خليك حذر وما تثقش في اي شخص بتاتا في الوقت ده منه، هيكون الحذر ده كويس، وما تتسرعش في انك تدي اي ردة فعل ممكن تكون غلط او ممكن تكون مش في مكانها الصحيح. بالنسبة لك صحيا النهاردة لازم انك تعالج اي تعب ممكن تمر بيه في الوقت ده، وخاصة الالام المفاجأة اللي بتبرحك، وخاصة الام الظهر الفظيعة اللي انت بتشعر بيها لليوم ده، فخليك حذر علشان تعرف تتخطاها. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر، مشاعرك وطاقتك النهاردة على خلاف مع بعض، مش هيكونوا متفقين، ممكن إنك تشعر ده بسبب المشاكل اللي بتمر بيها في علاقاتك، وبسبب الارتباكات اللي بتحصل في أنشطتك لليوم ده، وإنها مش محددة إنت هتمشي إزاي. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر، اليوم هتثير السماء مناخ هيكون حلو جدا ومناسب جدا لكل أنواع التحديات اللي انت بتحتاج انك تمشي فيها علشان يحصل فيه تجاوزات حلوة جدا لذاتك وفي حماسك. النهاردة في تضامن كبير جدا هيحصل في الجو حواليك، واليوم ده هيكون مثالي جدا لو حبيت انك تنظم مسابقة او حتى نشاط اجتماعي حلو مع أسرتك، النهاردة هتعرف تعمل كده. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر، لازم انه تساعدك السماء النهاردة على انك تشوف بشكل اكتر وضوح، وفي تحافظ على التسلسل الهرمي اللي انت بتحتاجه للقيم والمهام اللي ايه يجب انك تقوم بيها. الوقت هيكون مناسب لو حبيت انك تراجع جدولك الزمني، ويصبح المناخ هيكون فيه تفاؤل كبير جدا ومواتي جدا بشكل خاص ليك علشان تتقرب اكتر من كل الاشخاص اللي حواليك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره من برج القوس الجريء اليوم ده والحيوي اكتر، وحتى ينتقل لبرج الجدي في الصباح، وهنكون في علامة مع الجد النهاردة هتخلينا مسؤولين اكتر واذكياء اكتر ومهتمين بالامن بتاعنا اكتر. وقمر الجدي النهاردة بيكون في اساسيات كتيرة جدا، وهياخدنا لمنحنى عمل جديد. القمر ده بيحفزنا من ناحية وبيحفز طموحاتنا من ناحية تانية، هيكون عندنا قدرة كبيرة وقوية جدا على اننا نوجه طاقتنا لأنشطة ذاتية كبيرة جدا. وكوكب مارس النهاردة من خلال المحاذاة اللي هتحصل، هتكون المحاذاة دي مغزية جدا، هنكون مكتوفين بأنفسنا، مكتفيين جدا بأنفسنا النهاردة، ومش هنطلب أي مساعدة النهاردة من أي شخص. ممكن إننا نشعر شوية بتفاني في شغلنا، وتركيز أكتر بشكل خاص النهاردة على مسعينا لليوم ده، وخاصة فيه ممكن يستمر القمر لحد ما يدخل للجدي بالأسلوب ده.
وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا ببر بيكم وبدعمكم ليا.